جيانا. جيانا انا مش عارف اقول اللفظ ده ازاي. تم اغتيال فرصتها في ميداليه ذهبيه. ليه؟ جيانا بتلعب ولو كسبت ها هتلعب اول وتاني. اتعادلت. المنافس بتاعها البنت اللي قدامها واخده انذارين وطريقه اللعب السلبي، فلما يتحط المعيار اختار انت يا عم، الاثنين اتعادلوا، ايه الكريتيريا اللي الحكم المغربي استند اليها عشان يقول اللعيبه الصينيه؟ يعني هو اختار اللعيبه الصينيه بناء على ايه؟ اذا كان انت هي عندها الانذارين، يعني انت في كره القدم استاذ ابراهيم لما بيتساوى الفرق في كل حاجه، الاتحاد الدولي حط معيار ممكن تخش بيه اللي هو اللعب النظيف، وتم تطبيقه في بعض البطولات الكبرى. ايوه اللي هو ايه اللي ما بياخدش انذارات. فكان كل التوقعات لما اتعادلوا ان الاختيار الجداره ها هيروح لجيانا. المفاجاه المرعبه ان الحكم المغربي اختار اللعيبه الاخرى. لما الناس عملت سيرش على الحكم المغربي لقوا حاجات جايبها لنا ولا مش جايبها لنا؟ موجود. طيب مش هحرقها للناس عشان تبقى، واحنا بنوثق ما بنقولش وجهة نظر. جيانا كانت تستحق انها تلعب اول وتاني.